الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي، مرحبا مرحبا بكم أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. اليوم بإذن الله عز وجل أبنائي في مقرر الحفظ نستكمل ما بدأناه في الدروس السابقة. من يذكرنا أيها المراجعون والمراجعات، أبنائي وبناتي، ما هي الصورة التي نحن بصدد حفظها؟ ممتاز، أحسنتم، صورة القيامة. طيب أبنائي، هل راجعتم ما سبق ومضى؟ جميل، أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. لابد من المراجعة أبنائي وبناتي، من المهم جدا ومن الضروري جدا أن نحرص على المراجعة وأن نجاهد أنفسنا في هذه المسألة. طيب، اليوم بإذن الله عز وجل كما ذكرت لكم سوف نأخذ في هذه السورة العظيمة، سورة القيامة، من الآية 28 إلى الآية 31. ولكن قبل أن نبدأ أبنائي، لابد أن نذكر أنفسنا بأهداف تعلم القرآن الكريم. دعونا نتذكر سويا، لماذا نتعلم القرآن الكريم؟ ما الفائدة؟ أول وأعظم فائدة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ونطلب الأجر من من؟ من الله عز وجل، لأن تعلم القرآن الكريم عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لمن؟ يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. أحسنتم أبنائي وبناتي، إذن كذلك من أهداف تعلم القرآن الكريم أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة. وأيضا من أهداف تعلم القرآن الكريم أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداب، أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداب. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. طيب، الآن أبنائي وبناتي سوف نتحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم. من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة والبسملة عند التلاوة، الاستعاذة والبسملة عند التلاوة، وأيضا الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة، الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة، وكذلك قراءة القرآن من المصحف، قراءة القرآن من المصحف، وأيضا تحسين الصوت عند التلاوة، تحسين الصوت عند التلاوة. نعم يا أبنائي، نحسن أصواتنا عند تلاوة القرآن الكريم. طيب أبنائي، ذكرنا الآداب، هل نبدأ مستعينين بالله عز وجل؟ ممتاز، استعنا بالله سبحانه وتعالى. هل توضأتم؟ جميل، لابد من الوضوء إذا أردنا أن نمس المصحف وأن نكون على طهارة. جميل. طيب، هل حضرتم القرآن وحضرتم المصحف وفتحتم على آياتنا اليوم؟ جميل، رائع. إذن كما جرت العادة نستمع، وماذا نفعل أيضا؟ ونتابع في ذات الوقت، نستمع ونتابع ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى. دعونا نستمع سويا أبنائي وبناتي لهذه التلاوة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. إذن أبنائي وبناتي، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، هذا هو مقطع الحفظ لهذا اليوم. وكما تعلمون فإن من أفضل الأساليب في الحفظ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ما هو؟ أحسنتم، التكرار يا أبنائي.
سنكرر الآن ونستمع لأكثر من مرة ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. إذن أبنائي وبناتي استمعنا وكررنا الاستماع، والآن بإذن الله سبحانه وتعالى سوف أقرأ وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى تقرؤون من بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. أحسنتم أبنائي وبناتي، دعونا نعود مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إذن بعد أن كررنا سويا نعود ونستمع مرة أخرى لهذه التلاوة. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. إذن أبنائي وبناتي بارك الله فيكم ونفع الله بكم، استمعنا وكررنا أكثر من مرة وقرأنا سويا، وكما قلت لكم دائما بارك الله فيكم، نحفظ ونعرض هذا الحفظ ونقرأ هذا الحفظ عند شخص متقن حتى يصحح لنا الأخطاء التي من الممكن أن نقع فيها. وأيضا أذكر بالمراجعة يا أبنائي، نحرص على المراجعة بارك الله فيكم. إلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم، ألتقيكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.